بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا رحمن يا رحيم. الآن إن شاء الله تعالى نقارب بعض آيات من سورة الشعراء وكذلك آيات أخرى بعدها بقليل، بعد ذكر قصة اللي لجأ إليهم فرعون لكي يناظر ويكافح ويريد أن يغلب سيدنا موسى عليه السلام. أي السحرة قصتهم قد تناولناها عدة مرات، لكن المرة دي سننساها نوعا ما، لأن حاجتنا اليوم كيفاش المقابلة الأولى مع فرعون، وبعد كيفاش انتهى فرعون وهو وجنده نهاية مفزعة، نهاية كانوا الدول والعناصر تقودها عادة تأخذها اعتبارا عبرة. نعود إن شاء الله تعالى.